في عنا شغله مدبره منزل بتشتغلي؟ شو ما كان بشتغل، المهم اني اشتغل. بتعرفي تغسلي؟ بعرف. بتعرفي تطبخي؟ بعرف، وبغز ابر كمان. بتعرفي لغات؟ انجليزي وفرنسي، وبغز ابر كمان. متجوزه؟ لا مو متجوزه. احنا عنا عزابيه بالبيت. ايه هو كلياتهم عزابيه، بس مدام ارمله تشربوا قهوه. مين قال لك تفوت؟ والمنيحه بدها مشوره؟ على عيني احلى فنجان قهوه. شو اسفنج حيوان بحري اللي عم عليه الكذبه؟ اهلك شو بيشتغلوا؟ ماما العمر لكم، وبابا بالبلديه. موظف بالبلديه؟ اي نعم مدام. شو وظيفته بالبلديه؟ بيقوس، بيقوس كلاب استاذ. اوف شو هالمصلحه؟ وبيغز ابر. للكلاب؟ لا للبني ادمين، وانا كمان بغز ابر. للكلاب؟ فهمنا، صرتي قايلتي 20 مره، ما راح نشغلك بمستشفى نحن. هلا استني برا ونحن بنخبرك. حاضر. تفضل. ما بعرف، عملوا معي تحية طويل عريض وقالوا لي استني. شو سألوك؟ بتعرفي تعملي كذا وبتعرفي تعملي كذا، وابوك شو بيشتغل؟ قلت لهم بيقوس كلاب؟ لكان شو بدي اقول؟ احسن احسن، وركين خافوا. المدام وافقت تعينك سيرفانتا، يعني مدبرة منزل، براتب 5000 ليرة بالشهر. يعني 100 دولار. 100 دولار؟ إيه شو يعني 100 دولار؟ نحن استاذ ما بيهمنا بنقب المصاري، نحن المهم تشتغل. لك شفتي؟ لك شفتي انه انا الكلب الكل بالشركه هون؟ انا هون بالشركه ما حدا بيسترجي لي لا ابدا. كوسر؟ كوسر؟ لك يا بطيخه يا كوسر! تعالي عوسي. شو في واحد قاعد يتسرع في البيت؟ تعالي لقلي. وسينا رح تشتغل عنا. مرحبا مرحبا. كيفك؟ لك ايه تعالي. وين رح تتقبي لي مع صاحبي؟ فتحي عينك هالقد، بتعرفي نحن مين؟ نحن اهل كرعوبه. بدي فهمتي؟ ما رح اوصيكي، انا رايحه على المكتب، اذا بدك ناديلي. خلص ماما، اديني شو اسمي؟ حسينة. حسينة؟ تعالي، عادي هون. ليك حسينة انا حبيتك وبدي اقول لك شغله. هي لبقت لسيها الصبيان هي. بس هدول الثياب المعهد. انت شو بتدرسي؟ انا خريجه خدمات فندقيه. وانت شو بتدرسي؟ انا كمان خريجه بس من التاسع. انا كوثر. تشرفنا. وانا بوسينا. انا جميل. جميل اسمه. جميل شحمه ولحمه. جميل اذا بتريد حبيبي افرقكم اذا ما عندك مانع. بس شو مضايقكم؟ بدي فرجيها على البيت. بدك تورجيها على البيت؟ تعالي تعالي اورجيك على اوضتي. لا لا قبل انا بدي فرجيها على المطبخ. خلي لي اياها. لا خلي لي اياها انت. شبكي كل غرض بيجي على البيت انت بدك تاخذيه؟ خلص اخر مره. خديها. ايه حبيبتي هذا الغاز وتحت الجره وهذا المجله وهذا الخلاط. ايه هذا بس مو خلاط كوكتيل. جميل وهذا البراد. ايه هذا صديق طبقه الاوزون ما دي بخشب. جميل وهاي الغساله مشان حط جميل فيها تعصر شوي من غلاصته. ايه وهي طنجرتك. طنجرتي انا هي؟ فرج. سينا؟ نعم. ابو سينا؟ نعم. ابو سينا؟ نعم. عندك شيء مساء؟ لا. بتقدري تطلعي من البيت؟ بقدر. يعني اذا عزمتك مثلا ها مثلا مثلا الساعة 6 مثلا على شيء مطعم بتروحي؟ اي مطعم؟ مطعم الفانوس. اتفقنا. اتفقنا؟ اتفقنا ها؟ مين؟ واحد قليل ذوق. من زخر قليل ذوق. لا يا هيك شيء بعرفه غليظ. لا لا بالعكس كثير لطيف. هي اللي عم دور عليها من زمان، لك مو لاقيان الدفشه. بتعرف شو المطلوب؟ لا بتعلي القلب ولا بتوجع الراس وفندقي. حبيبي جميل لوين؟ عندي موعد. مع مين؟ بخخ ومكتر، مين رايح تشوف؟ إذا قلت لك ما بتقولي لحدا؟ لا لا سرك كبير. تبع الفندقي. بوسينا؟ عزمت على المطعم ووافقت. لعمل شو سريع الدوابان، دغري لحقت تحبها؟ لك أنا حب شغلة تسلاقي والسلام عليكم. قلت لك وهي الثانية مو لاقياني لك شيء. إيه بجوز يعني تكون طمعانة بالعشاء. جميل تعالي ولا جميل هلا بشوف والله إلا لأمي. ابوك يا الكنتشي. شايف الكنتشي كيف فوق راسك رجوع هيك؟
شايفه بارد، طالع راسك لبرا سخن، فوتي راسك لجوا بارد، طالع راسك لبرا شايفه؟ ارحوا ليش؟ فوتي 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 عيشي بهالنعمة فوتي. غير حياتهم هون مبين اهل البيت نايمين، روحي اعملي لنا فنجانين قهوة وتعي عاونيني بحل هالكلمات المتقاطعة. عمو ابو كيروز هلا شو بحببك بالكلمات المتقاطعة؟ رياضة فكرية. بس انت ما بتحل ولا كلمة. إنك شغلة ما تقولي لحدا. كل الشركات اللي اشتغلت فيه عاملين حالهم اساتذه. وشو دخل الكلمات المتقاطعه؟ بخلع لك الواحد كلمتين بكسر له شوكته. شلون؟ اذا انه ثلاث ارباعه مو فهمانين خمسه من الطمسه، مو شاطرين غير بعد المصاري، مشان هيك بخافوا مني. هلا معقول بخافوا من الكلمات المتقاطعه؟ بقى الانسان ما بيخاف الا انه ينكشف انه هو حمار. لا عم ابو كيروز انت عم تدخنها شوي. هلا بتروحي بتعملي قهوه ولا بخلعك كلمتين بجيب اجلي؟ لا مو جاي على بالي اكتشف لي شيء اكتشاف. يلا جيبتيلي معك عالولاد على المطعم 12. قلت لك انا بدفع. مش انا مشان الدفع، بس انا كنت حابب نقعد لحالنا. ليش؟ يعني كنا هيك يعني طلعنا لنا شي مشوار. لوين؟ يعني مثلا على نبع بردة. ليش شوفي بنبع بردة بالليل؟ اصلا مو مبين شي. لك شو احنا رايحين نقعد على ضفة النهار؟ فيني تهنيك على كيف كيفك. كنا قعدنا لنا قعدة رومانسية. يا استاذ جميل شغله من الشغلتين، انت يا اما مفكر عقلي جوزتين بخرج، يا اما مفكرني وحده رخيصه. على الحالتين انت غلطان يا جميل. لا استاذ جميل، استاذ بوسينا، انا يعني كان قصدي انه شممك هوا نقي. ايه روح شم هوا نقي لحالك، ما في شب بيعزم بنت عشان يشممها هوا. لكن مشان شو بيعزمها؟ عشان يطعميها هوا. يا جميل يا جميل جميل بوسينا، ما عم تفكر فيه؟ كهينة شو عرفك؟ أنا كمان عم فكر فيك. عم تفكري فيه؟ قومي روح المطعم يلا. ليش المطاعم فاتحة لهلا؟ لك ايه في مطعم فلافل على كيف كيف ضل فاتح لوش الصبح. فلافل؟ لك ايه فلافل. بوسينا بوسينا بوسينا، مو فلافل، حازمك على فروج بروسلي. لك فروج محشي، ديناصور محشي. يخرب بيتي شو غبي، في حدا بيعزم واحدة حلوة مثل حكايتها على فلافل؟ وينها؟ منها؟ يمكن منام. لا اكيد منام، لارجع نام مشان كمل المنام اللي كنت شايفه قبل هذا المنام، يكونوا سبقوني. استاذ جميل انت هون؟ اهلين بوسينا. بس بوسينا. انا رايحه اغير اوعيي بالحمام. الحمام؟ ولي بالحمام بالحمام عادت بالحمام. صباح الخير. شو جابك انت؟ جيت انا والانسه بوسينا. يعني جاي معه؟ ايه. الله لا يوفقك. شو؟ ما في شيء، كنت بدي ادفك تجيب لنا كازوز. معمل كازوز مسكر. ابوك يا الكازوز. الكازوز قال. شلون بدنا نقعد فوق؟ يلا جيبوا لنا هالسيبه من النظف الحيطان. انا ما بقدر احمل شيء، انا معي ديسك. اطلع الحيطان نظف السيبه. تعملي ابو كيروز، انت منين اجاك الديسك؟ لانك متجوز ولا عندك ساتلايت؟ هلا انت مستقله هي القعده كل يوم فوق الجريده طوال النهار عم حل الكلمات المتقاطعه. ماشي الحال ابو كيروز،
انت ليش لا ما تجوزت؟ الا تمروه على قولة اليوم وعلى قولة بكره سفينه بلا جواز. تعال معي تعال حقني. شو؟ لك عود 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 حلو. أنا بعمري ما حصلت على كنز مثل هالكنز هذا. شو هالصيدة هاي؟ خرطوش بردك أنا. ولي سبتني سيبة. شو بدنا نسوي؟ لازم نختار لنا شي موقع مناسب نرصد من خلاله، وهذا الموقع حين يكون هون ما بيمشي الحال. عندي عود عود هون ما معي شيء. بس حليك بعمل حالي عم بقرا وبس حل بس حل على الارض هيك بصير على مستوى استاذ جميل. اهلين. خلينا نخفض الغبره بالاول. ماشي. عندي لك سيبه. عندي لك سيبه. ما في داعي سيبه ماكني. لك شو ماكني؟ هي صناعه وطنيه لا سمح الله بتتكرفتي من فوق لتحت تنقرف رقبتي. ايه مثل ما بدك. اطلعي. اطلعي. تجيب من فط الغبران. جينيها. فط الغبران. لك هلا وقت ما فط الغبران ضروري يعني تجيب من فط الغبران مو ضروري.